مرحبا بكم متابعين قناة أمون تي في شو. قبل أن أبدأ الحلقة أريد أن أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، كل سنة والجميع بألف خير. في حلقة اليوم سوف نلعب لعبة أنتم أيضا طلبتم مني كثيرا أن ألعبها، وهي لعبة روبلوكس. اليوم اخترت ماب الهروب من دكتور الأسنان. لقد لعبت هذه اللعبة 3 مرات. المرة الأولى لعبت مع متابعين قناتي، كانت أسوأ مرة ألعب بها لعبة روبلوكس. جننت متابعي قناتي، لقد استفزيتهم. سوف أريكم مقتطفات كيف جننت متابعي قناتي. دخلت كأني سوف أفوز من أول مرة، كنت فرحة جدا. هيا يا أمون، أريد أن أقفز على أول واحدة، وهنا كانت المصيبة. لقد انتبه المتابعون بأني موجودة، الكل أصبح يناديني باسمي، لذلك قررت أن ألفت انتباههم وأسلم عليهم. نعم أنا موجودة، هيا لنلعب سوية. ماذا علي أن أفعل؟ يا لهذا الموقف الحرج. كي لا أظهر بأني لا أستطيع أن ألعبها، قلت أكتب لهم عبارات جميلة. أهلا بكم، يلا نلعب سوية، على أساس بأني ماهرة في القفز. هيا يا أمون، لقد انحرجت كثيرا. التي ترتدي ثياب باللون الأبيض تقول لي اقفزي. مشان الله اقفزي. ها قد تحطمت أمامهم. التي ترتدي اللون الأبيض لقد أصابها الجنون. أرجوك أمون هيا. استغرقت عملية أن أقفز على أول الحواجز أعتقد 10 دقائق. متابعي قناتي، هيا لأصدقائي لأريكم كيف لعبت هذه اللعبة. قد بدأ الجد. وجدت فتاة اعتقدت أنها من متابعي قناتي لكن لم تكن. حسنا سوف أخذ المفتاح وأذهب وألعب. هيا سوف أريكم كيف سوف أقفز على الحواجز. هيا يا أمون، هيا هيا هيا. أرأيتم أنا ماهرة. حسناً لنذهب للمرحلة التي بعدها. هذه المرحلة فيها شيء من الصعوبة لكن ليست كثيرة. لا، ما هذا الحظ؟ لا لقد انحرجت أيضاً. حسناً هيا لنعيدها. هيا توجد فتاة تنتظرني، أيعقل أن تكون من متابعين قناتي؟ دعونا نرى. هيا يا أمون هيا لنذهب للمرحلة التي بعدها. هيا اقفزي أيتها الفتاة، هيا هيا هلا هوبا، هيا هوبا، هيا آخر واحدة. كدت أن أتحطم. حسنا لنذهب من لا أعتقد أن هذا الباب يفتح من هنا. حسنا الآن سوف نقفز على هذه الفراشي. هيا لا أريد أن أتحطم. هيا هي. وأيضا اجتزنا هذه المرحلة. لنذهب للمرحلة التي بعدها. هذه المرحلة أنا لم أحببها لأنها كانت صعبة. لا أستطيع أن أقفز. رأيت أناسا كثيرين يستطيعون أن يقفزوا، أنا لا أستطيع أن أقفز، لذلك سوف أمشي بحذر شديد. لا أريد أن أتحطم. هيا هيا لنكمل. حسنا أريد أن أراها. أولا سوف أدعها تذهب قبلي. إذا هذه الفرشاة التي سوف أصعد عليها. هيا لنصعد هنا. هيا
انصدمت. إذا الفرشاة التي باللون الأحمر لا، إذا اللون الوردي. أنا آسفة جدا، جعلتها تسبقني. حسنا هيا يا أم لنختار الباب، أعتقد أنه هذا الباب. ماذا علي أن أفعل هنا؟ يقول لي يجب أن نفتح هذا الباب، أنه ليزر، يجب أن أضغط على هذه سوف أجعلها خضراء. ها قد فتحتها، هيا لنكمل. حسنا يا أمون، سوف أجتاز الآن، سوف نجتاز هذه الأسنان. أنها طقم أسنان، سوف أرفع هكذا. هيا لا لا تدفشينني، لا دعيني ألعب. هيا لنختار الأبواب، أعتقد أنه هذا الباب. هيا لنكمل. ماذا علي أن أفعل هنا؟ دعونا نقرأ. Here، من هنا تقول لي. هيا إلى أين ذهب؟ إلى أين تأخذني؟ الكل مجتمع هنا. وها هو الدكتور نائم، يقول لنا لا، يقول لنا لا تيقظوه، لا نريد إزعاجه لكي لا يستيقظ. يجب أن نحضر صندوق أخضر ونضعه بداخل. ها هو الصندوق الأخضر. اتركوه لي، سوف أرجع وأخذه. هيا لنكمل، سوف نضعه هنا هكذا، يقول سوف نضعه ونرجع من حيث أتينا. أين ذهبت البنت؟ لقد ذهبت الحواجز المائية. حسنا هيا هيا، إلى أين الباب؟ سوف أدخل من هنا. أيضا علينا القفز على هذه الصناديق. هيا 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 هيا. أنا لا أجيد القفز. حسنا سوف ندخل. لا ليس من هنا، من هنا. ليس من هنا، من أين سوف أدخل؟ دعوني أجرب هنا. لقد دخلت. إلى أين يأخذني هنا؟ أكملي 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 أكملي. يقول لي هنا يجب علي اختيار الأبواب. حسنا دعوني أجرب حظي في هذا الباب. لم أتحطم. حسناً أيضاً مراحل القفز، يجب أن نقفز. حسناً سوف أبعدها قليلاً لكي أرى كيف سوف أقفز يا أمون لكي نكمل. هيا لنكمل. ما هذا الشيء؟ علي اجتيازه أيضاً. أعتقد أنها بركة دم، لا أريد السقوط بها. هيا أنا خائفة. حسناً لا أريد السقوط، أن أعيد المرحلة. هيا بحذر بحذر. هيا لنقفز أيضا على هذه الصناديق. هيا الآن أنا موجودة داخل فك هذا المفترس. يا لها من أسنان كبيرة، تخيلوا أنفسكم داخل أسنان. أيضا علي اجتياز هذه الحواجز، سوف أبعد الشاشة لكي أرى بوضوح، هكذا أفضل لي. أيضا ما هذه القواطع؟ حسنا دعوني أمشي وأنا. هيا أمشي بسرعة بسرعة. وأخيرا أيضا علي أن أقفز على هذه الفاكهة. ما هذا اللون الأخضر؟ أعتقد أنه يشبه. هيا هيا. أنا لا أصدق نفسي، لقد اجتزت بسهولة. علي أن أيضا أصعد هنا. هيا لنصعد. هيا هيا هيا. أعتقد أني اقتربت على النهاية. ماذا يقول هنا؟ لا أريد أن أشتري، لا لا شكرا شكرا، لا أريد أن أشتري، أريد أن أذهب من هذا المكان.
ماذا علي أن أفعل؟ أعتقد أني يجب أن أقفز. لماذا؟ أنا أقفز. أريد اجتيازها، يجب أن أبتعد عنها. هكذا هكذا. قد اجتزتها وأخيرا. أنا خارج. لقد هربت من الدكتور الشرير، كان مكان كئيب وكله أسنان. أنا فرحة جدا. أين الأصدقاء؟ لا يوجد أحد غيري. الآن سوف أذهب هنا وأخذ بعض النقود. بعد انتهاء كل مرحلة، كما تعلمون عندما ننجح ونجتاز مراحل روبليكس يعطينا النقود، وأيضا أعتقد أننا سوف نبني بيت. وهكذا يا أصدقائي نكون قد أنهينا لعبة اليوم. اكتبوا لي في التعليقات ما هي أفضل الألعاب التي تحبونها من لعبة روبليكس. أتمنى يا أصدقاء بأن تكون حلقة اليوم قد أعجبتكم. لا تنسوا أن تشتركوا في قناة أمون تي في شو وتضعوا لي لايك. أراكم في لعبة أخرى. مع السلامة.